لذلك المؤمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه الأركان، أركان الإيمان، ومن ضمنها الزكاة. فالصلاة هي شكر على نعمة البدن، والزكاة شكر على نعمة المال، شكر على نعمة المال. بل قال بعض العارفين بأن الذي يحرص على الزكاة فقط لا غير، يعني بس يدفع الزكاة بس، الحمد لله خير مما يدفع زكاته، ما شاء الله جزاه الله خير، هذا كريم ما دام يدفع الزكاة. قال بعض العارفين الذي يحرص على الزكاة فقط لا غير هذا بخيل، يعتبر بخيلا. كيف بخيل ويزكي أمواله؟ بخيل. لماذا؟ لأنه اقتصر على الفريضة فقط، مثل اللي يصلي بس يصلي الفريضة، سنن النوافل ماشي بس يصلي الفرض والسلام، أدى ما عليه ولا ما أدى ما عليه؟ أدى ما عليه الفريضة، لكن أهمل السنن. ولذلك قال العلماء مثل الإمام نور الدين السلمي: تاركها قيل خسيس المنزلة، تارك السنن والنوافل خسيس المنزلة، لكن هو يؤدي الفرائض، يقوم بالفرائض. أيضا الزكاة، البعض اعتبر هذا من الخسة، أنه لا يدفع إلا الزكاة فقط،